السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحصة الفايتة كنا شفنا لي كيلكو فونكسيون ديال الماتيماتيك اللي كنستعملو بكثرة، بحال مثلا البي والجدر المربع وداكشي كامل. دابا في هاد لا فيديو غادي نشوفو لي كونستانت. كنا ديجا شفنا لي فاريابل، كنا قلنا بلي لي فاريابل مثلا واحد الفاريابل نو وعطيتها مثلا واحد السمية، مثلا جو سي با انس، وجيت باغ لا سويت نقدر نجي ونعيط عاوتاني لهاد لا فاريابل هادي ونعطيها مثلا شي حاجه اخرى، مثلا عمر، مزيان، ونقدر نجي من بعد عاوتاني ونبدل هاد عمر هادي ونبدلها بشي سميه اخرى، مثلا معرفش اكرام. مزيان. دابا لي كونستانت راه اسم على مسمى. كونستانت هي واحد ثابته، هي على مرور ليكزيكوسيون ديال اللوجيسيال ديالنا ولا لابليكاسيون ويب ديالنا ما يمكنش نبدلو في القيمه ديالها. مزيان. كيفاش كنديكلاري واحد لا كونستانت؟ كنديرو ديفاين، يعني بغينا نديرو واحد لا ديفينيسيون لواحد لا فاريابل، تندير واحد لا شين و تنسميوها. باغ اكزومبل باغي ندير بي ديالي و ندير نعطيها واحد السميه مثلا بي ولا غير بي بوحدها، و نعطيها مثلا 3.14 شي حاجه. مزيان. هاني عرفت دابا ديك سميتو، عرفت لا كونستانت ديالي، لا الثابته ديالي، سميتها انا، سميتها بي. مثلا نقدر نعطيها مثلا 20.6، المهم خسر عتانا شي بي جديده. مزيان. دابا غنمشيو نعيطو لها. كيفاش كنعيطو لها؟ جوست غير تنكتبو ديك السميه ديالها، السمي ديال لا كونستانت، وهو تيتكلف يمشي يجيبها. فوالا، هو افيشنا ديك لا فالور ديالها 20.65.34.23 جوج. مزيان. هكذا باش كنخدمو بلي كونستانت. وهاد لا كونستانت الاخوان ما نقدروش نبدلو في لا فالور ديالها، ما يمكنش نجي ونعطيها فالور جديده. مثلا ندير بي ايغال 150 بحال هكا. هادشي ما كيدارش. داكور، عطاني ايرور هنايا. الو، هادشي اللي كاين بالنسبه لي كونستانت. في المره الجايه، لا فيديو الجايه، غادي نشوفو لي زوبيراتور. نتلاقاو في الفيديو الجاي.